عايزيني ابطل كوره يا سيدي، انا مش عايز العب كوره والله العظيم ثلاثه. انتوا لو عايزيني ابطل كوره، انا مش هلعب كوره، انا مش هلعب كوره. انا واحد الحمد لله لعبت كل المنتخبات من وانا صغير. يعني انا من ساعه المشكله اللي حصلت مع المنتخب دي، انا كان عندي 24 25 سنه. ايوه. وطبعا انا واحد اللي هو كنت صغير، كنت قاعد اهزر وقاعد اضحك ومش عارف ايه، ويعني ربنا خلينا كلنا يعني كل واحد بيعمل غلط. وكلنا بني ادمين. تمام. من ساعه المشكله دي لما حصلت الناس فعلا مبهدلاني. يعني انا عايش من 20 ل 30 بره، انا لسه 30 سنه عايش بره، لسه جاي مصر اللي هو بلدي. طبعا الناس مبهدلاني، الناس ودوني ايران وانا عمري ما رحت ايران، ودوني قبرص وانا ما رحتش قبرص ولا مضيت ولا، ويقول لك اربع فرق بسمع انا الكلام ده كله اصلا. انا الحكايه كلها ان انا رحت الرجاء في المغرب، اول ما رحت تاني يوم قعدت في المستشفى 15 يوم، وانت عندك مستر محمد بودريكا رئيس نادي الرجاء، هو عارف كل الكلام ده، جمهور الرجاء وناس المغرب قطرتني وسالوني فوق راسه، بس انا كنت في المستشفى بيجي لي بانيك اتاك، وكان عندي تعب نفسي فقعدت في المستشفى. ولما خلصت انا اتفقت مع نادي الرجاء وخلصت كل حاجه باحترام، وناس محترمه جدا وفوق دماغي، ورجعت على بلدي مصر. اول ما رجعت مصر قال لك ورده راح ايران، بعد كده ورده راح قبرص وكذا وكذا وكذا. انا ولا رحت ايران ولا رحت قبرص ولا بحب اتكلم انت عارف الميديا ولا اي حاجه، بس انا ما استاهلش كده. انا واحد دلوقتي عندي 30 سنه، انا المفروض استاهل ان الناس تبقى جنبي، سواء بقى حصل مني حاجه غلط قبل كده معلش، يعني هو ربنا بيسامح وانه الله غفور رحيم لاي بني ادم مش لعمر ورده بس. يعني انا يعني في ناس كتير ربنا خاطرهم، وربنا لما يبتلي حد يبقى ربنا بيحبه، وان الله غفور رحيم. لازم الناس تفهم كده، لازم تفهم ان مش غلطه هي اللي تدخلك النار، يعني ما ربنا بيغفر، يعني هو معلش هو ربنا بيغفر. فاركو ما فتحش تعاقد ولا حاجه، انا طول اليوم عمال اتكلم مع مستر عز ومستر دون، ما فيش اي حاجه. ليه تخلوا عمرو ورده يفتح عقدك؟ ليه تخلوا الصحف في اليونان وقبرص يقعدوا يكتبوا عمرو ورده فتح عقد عشان عشان مش عشان اسباب مش عارف ايه؟ عشان اسباب مش عارف. طب ليه طيب؟ طب انا مش بني ادم؟ انا مش بني ادم؟ هو مش حرام طيب اللي يحصل؟ انتوا مش عايزين نلعب كوره؟ انا كل مثلا لما كنت بره في اليونان ولا قبرص حد يكتب عمرو ورده جاب هاتريك، عمرو ورده جاب جون ولا جاب جونين؟ ليه بتحطوا اسمي تحت في مشاكل؟ ليه بتكسخوا عقدي وانا قاعد ما بعملش اي حاجه، ماليش دعوه بحد، تقول له عمرو ورده عقده عمرو كذا كذا كذا. ليه؟ كل ده عشان ايه طيب؟ انا عملت ايه؟ هو اتقال ان انت اتقطعت عن التدريبات. طب هو اتقال، ما هو اتقال ان هو اتفتح عقدي، طب ليه؟ انا عملت ايه؟ انا مالي بالناس انا؟ عايزيني ابطل كوره يا سيدي، انا مش عايز العب كوره. والله العظيم ثلاثه، انتوا لو عايزيني ابطل كوره، انا مش هلعب كوره. انا مش هلعب كوره، انا واحد الحمد لله لعبت كل المنتخبات من وانا صغير. اتكتب عليا قد ايه الحمد لله، عمري في حياتي ما اترفع عليا قضيه، ولا عمري في حياتي شفت بوليس ولا شرطه ولا الكلام ده خالص. من كتر الكلام اللي اتقال.